أنا اسمي تالا حكمة محمود، عمري 12 سنة، فزت في المركز الخامس في جائزة الشارقة للعمل التطوعي نجم التطوع. تجربتي في الجائزة كانت ولا زالت من أفضل التجارب اللي مررت بها، حيث أني شاركت بالعديد من الأعمال التطوعية والمبتكرة والجديدة. عند إعلان نتائج الفوز كان شعوري مليء بالفرحة والسعادة، وأنا فخورة جداً بما قدمته وحققته من إنجازات في العمل التطوعي، وما زادني فخراً واعتزازاً حصولي على درع التطوع مع الوسام وتلك الشهادة الموقع من ملهمنا الأول ومعلمنا وقدوتنا سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. العمل التطوعي من وجهة نظري هو جهد شخصي أو جماعي لمساعدة الناس بلا مقابل مادي، فهو خلق العظماء والنبلاء، وقد حثنا ديننا الإسلامي ونبينا الكريم على العمل التطوعي وأولاه اهتماماً كبيراً لما له من أثر طيب على الفرد والمجتمع. قال تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، صدق الله العظيم. الفوائد اللي ترتبت علي: تعزيز ثقتي بنفسي، وعرفت انه العمل الجماعي بيزيد من كفاءة العمل التطوعي، تعزيز الانتماء البيئي، وايضا ارتفاع مستوى التطوع، وتقديم مبادرات عديدة وجديدة، والقدرة على تحمل المسؤولية وإدارة الوقت والسعي والتفكير الدائم، وزيادة وتعزيز الروابط الاجتماعية والمجتمعية.